السلام عليكم، اهلا بحضراتكم وحلقه جديده من علوم كملين. اهلا بيكم هنا في استوديو صوت الناس. فاكرين زمان ايام حسني مبارك كان في بعض الناس بتحب تدافع عنه، وكان عندهم حجه مشهوره قوي في الوقت ده، كانوا يقول لك ده راجل كويس، ده راجل بيشتغل وبيعمل كل حاجه كويسه للبلد، بس اللي حواليه هم اللي وحشين. وبالحقيقه وبالواقع اللي احنا شفناه وقتها كان دي اكبر خدعه بيتخدع بيها الشعب المصري، لان دايما الحاشيه او البطانه او المجموعه المقربه من اي حاكم بيكونوا على شاكلته، كل شله يشبهله، الطيور على اشكالها تقع، الحاكم هو اللي بيقربهم وبيختارهم على عينه، حبايبه وشبهه زيه. صحيح ممكن حاكم كويس ويبقى فيه شويه خونه في الحاشيه، ده موضوع وارد، لكن لما يكون كل اللي حوالين الحاكم او الاغلبيه المطلقه فسد وظلم ومجرمين، يبقى مستحيل الحاكم ده يكون بريء ونظيف. المعنى ده اتكلم فيه المؤرخ الراحل عبد الرحمن الكواكبي، عنده كتاب شهير طبعا، يعني لو ما قريتهوش انصحكم تقروه، اسمه طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد. اتكلم كتير عن الحاكم المستبد وشكل الناس اللي بتبقى حوالين الحاكم المستبد واللي بيقربهم منه. انا هقول لكم دلوقتي فقره واحده بس، اللي حابب يزود زي ما قلت لكم يا ريت يقرا الكتاب بنفسه. الكواكبي بيقول في فقره من اهم فقرات الكتاب: المستبد يجرب احيانا في المناصب والمراتب بعض العقلاء الاذكياء ايضا، اغترارا منه بانه يقوى على تليين طينتهم وتشكيلهم بالشكل الذي يريد، فيكون له عوانا خبثاء ينفعونه بدهائهم. ثم هو بعد التجربة إذا خاب ويأس من إفسادهم يتبادر إبعادهم أو ينكل بهم. ولهذا لا يستقر عند المستبد إلا الجاهل العاجز الذي يعبده من دون الله، أو الخبيث الخائن الذي يرضيه ويغضب الله. معنى الكلام الكبير ده إيه؟ الكلام ده معناه ان المستبد ما بيرضاش يكون حوالين منه الا المستبدين الحقراء اللي زيه، او الاشد منه في الوضاعة والظلم والاستبداد والفساد. وساعات بيتغر قوته وسلطانه ونفوذه، فيقول انا هجيب واحد محترم او عالم او حد كويس ذكي علشان امسكه منصب واضغط عليه فافسده واخليه خبيث زيي، وده كله من باب الغرور وانه يقدر يعمل كل حاجة. بس لو ما قدرش وفشل ان يفسد الشخص الذكي المحترم ده، يبدأ يبعده او يسجنه او حتى يقتله، او يقول له مثلا تعبتني قوي يا فضيلة الامام، وعشان كده ما بيفضلش حوالين المستبد ده الا العاجز الخائن المجرم الوضيع السافل. طب لازمته ايه الكلام اللي انا بقوله دلوقتي؟ انت عايزين نقول الكلام ده ليه؟ لازمته ان حضرتك ما تستغربش وما تستعجبش لما تلاقي اللي حوالين السيسي مثلا افسد الناس او افشل الناس، وتلاقيهم بيعملوا حاجات غريبة جدا ويبرروا اي حاجة مهما كانت صعبة للسيسي. ما تستغربش، لان السيسي مش هيقرب منه غير اللي اسوأ منه. يعني مثلا الناس امبارح استغربت، بعض الناس مش الكل استغربوا من خبر زي ده، الخبر بتاع ايه، بيقول لك حكم قضائي برد الاعتبار للقاتل هشام طلعت مصطفى في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم. القاتل هشام طلعت مصطفى، انت ليه مستغرب؟ ايه الغريب في كده؟ هل غريب انه يترد له اعتباره؟ والله هو انتوا نسيتوا ان السيسي هو اللي عفى عنه وطلعه من السجن اصلا، رغم انه متهم في جريمة قتل وكان في الاساس محكوم عليه بالاعدام. مستغرب ليه انه يجيب الحسالات حواليه؟ ادي الحكم اللي كان عليه اهو العفو، السيسي يعفو عن هشام طلعت مصطفى المدان في جريمة قتل سوزان تميم، والمحامي بيقولك القرار ليس ميزة خاصة. يا سلام، لان كل الناس اللي بيبقى عليهم حكم بالاعدام السيسي بيطلعهم براءة. فاكرين الشاب الصغير محمود؟ فاكرين محمود اللي قال بيقولوا له انت اعترفت؟ القاضي بيقول له اعترفت، محمود الاحمدي، قال له ايوه عشان انا اتكهربت انا وزمايلي بكهربا، يعني تقدر تقيد مصر بحالها
ولو قالوا لي ان انا اللي قتلت السادات كنت هطلع اقول كده. ده يتعدم عادي، انما اللي قاتل عشان مزاجه ما يتعدمش، ده يطلع براءه ويطلع عفو ويترد له اعتباره. مستغربه ليه يا جماعه؟ ما السيسي ده بيستخدم العرجاني، ابراهيم العرجاني هو اللي اختاره عبد الفتاح السيسي وابن محمود، اختاروه عشان يكون دراعهم اليمين ومدير اعمالهم. انت مفكره هيجيب مين يعني؟ هيجيب مين يشتغل معاه؟ مين هيليق بالسيسي عشان يكون قريب منه وحواليه؟ هو مش السيسي برضه اللي طلع صبري نخنوخ بعفو رئاسي؟ مستغربين ليه؟ هي دي الدوله وهو ده النظام. هو مش السيسي مقرب منه محمد ابو العينين، ومحمد ابو العينين خادم مطيع للسيسي؟ هو مش السيسي بيحارب شيخ الازهر وبيقرب مختار جمعه وعلي جمعه وشوقي علام المفتي؟ دي امور بديهيه انها تحصل، ومش المفروض تكون محل استغراب يا جماعه. هو مين اللي طلع رموز مبارك اللي كانوا محبوسين بتوهم فساد وقتل وغيره وطلعوا كلهم براءه؟ اللي ما قراش كلمه القاضي المشهوره وقتها عودوا الى مقاعدكم، اللي ما قراهاش صح يبقى معلش انا اسف، يبقى مش فاهم الدنيا ماشيه ازاي، ولا فاهم مين السيسي وجاي يعمل ايه في البلد. هو جاي عشان كده، عشان يرجع الفساد ويجيب فساد اكتر منه. لان الدوله دلوقتي لو قست الفساد اللي كان موجود في وقت مبارك والفساد دلوقتي، فهتلاقي الفساد دلوقتي اضعاف اضعاف اللي كان في عهد مبارك. في عهد مبارك كان الحزب الوطني على راسه ناس كبارات في بلادهم او في مناطقهم، تروح تقول له يا حاج ينفع كده؟ اقول لك ما ينفعش. تقول لي دي اصول؟ يقول لك لا مش الاصول. كان في ناس عندها الحد الادنى من الكرامه والحياه. انما دلوقتي مين اللي ورا السيسي؟ مين اللي بيدعم نظام السيسي؟ الهاجع والناجع والنايم على صرصور ودنه والتملي واللي بلا اصل واللي ما عندوش شغلانه، دول جمهور السيسي. انما الناس المحترمه حتى اللي كانوا شغالين معاه مشيوا وسابوه، ودلوقتي بعضهم بيفضحوا قصد او ما يقصدش، زي منير فخري عبد النور، زي فاروق الباز، زي قبل كده احمد زويل الله يرحمه، زي عمرو موسى وغيرهم. لان كم الوسخ اللي في النظام ده بيخلي كل حد عنده الحد الادنى من النظافه يبعد عنه ويقول انا مش كده وما يليقش بيا اكون كده. مين السيسي؟ لازم تفهم مين السيسي وجاي يعمل ايه في البلد. انا مش عايز اطول عليك في الموضوع ده، بس حبيت اوريكم الموضوع من زاويه اكبر علشان مش كل شويه تستغربوا من حاجه وهي اصبحت في الاصل عاديه جدا.